نحن اجينا. تعال خلينا نشوف شو عاملي لنا فطور. بحب هاي الأكلة كتير. عاملين لنا كريب. ما رح آكل. طيب ليش؟ لسه أنت ما شفت الكريب اللي بساوي أنا. شفته وحتى ليكو هون. لا مو هاد. طلع علي. بالأول منجيب خبزة الكريب هيك، وبعدين منحط له شعر أخضر هيك من فوق. شعر؟ إيه. وطبعاً ما رح ننسى إنه نحط له عيون سود كبار. وهلأ خلينا نحط له أنف أحمر. شو نساوي مشان تمه؟ وهلأ رح نساوي له تم من البطاطا. وهي خلصنا هلأ. شو رأيك؟ تا 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 صار الكريب يضحك. شو بابا عجبك الوش؟ خليني شوف هالوش أنا كمان. هاد الكريب لألي. شو هاد عمر؟ عن جد طالع بيشبه الوش وعم يضحك. فاروق بيك، اجت ايبك خانم وابنها، حبيت خبرك. عن جد؟ طيب بنتي يلا قايم استقبلن. عن جد طالعة هاي الرسمة حلوة كتير. شكرا إلك إبك. فرحت إنها عجبتك. هالرسمة بتاخد العقل. طالعة بتشبهها لأمي لدرجة كبيرة. فيني وقف ساعات طويلة وأنا عم بتطلع عليها. حبيبتي اليوم خلصت اللوحة، بس كانت ماما ما رح تجيبها لأنه الألوان لسه ما نشفت، بس أنا أقنعتها. ولهيك لازم يطلع لي حصة بالشكر كمان. إيه أكيد ابني، أنا بتشكرك على اللي عملته قدام العيلة كلها. تمام؟ تمام. رح خبر ساردار يعلقها هنيك. أصحكم حدا يقرب على اللوحة قبل ما تنشف الألوان. إيه؟ شو رأيكم لو تتفضلوا نفطر كلياتنا؟ إيه يلا، بس إن شاء الله ما تكونوا فطرتوا. لا نحن إجينا بكير منشان نفطر سوا. حلو كتير، تعالي. تفضلي لهون اختي. هلا بشوف وين رح اقعد. رح اقعد هون. لحظة، كأنك قلتيلي اختي. ليش قلتيلي هيك؟ ما في فرق بيناتنا مو هيك؟ عن جد معك حق، ما بعرف كيف قلتها. بعتذر منك بس طلعت هيك من تمي يعني. قديش في فرق بيناتكم؟ تقريباً في بيناتنا 8 سنين. بالمناسبة لساتك شباب وحلوة. شو قسم دكتور التجميل؟ يمكن كون بحاجة روح لعنده عن قريب. ما بروح على دكتور تجميل، بس إذا لقيت دكتور منيح رح أدلك عليه. بتشكرك. عفواً سراب خلصت هاي، معلش تعبيها؟ إجا حبيبك. عن جد؟ إجا هون؟ شبك ماما؟ ليش عم تتعبي حالك؟ هاتيون أنا باخدون. تعب شو بنتي بعدين؟ أنتي على شو مستعجلة؟ عيب خليون يستنوا، كمان بدي سلم على إيبك خانو. عن جد هي المرة بتاخد العقل، أصلاً أنا معجبة فيها وبجمالها وبكل شيء. ما شاء الله قديشها ظريفة. خلص الشاي صبايا، أنا مالي فاضية هلأ. شاي. أهلا وسهلا. أهلين فيك. شو أخبارك عائشة؟ منيحة بشكر الله. شبك ناز؟ ليش صحنك فاضي؟ مالي نفس بنوب. شو اتفقنا فوق ناز؟ ناز ما بصير تضلي بلا أكل. لو سمحت بابا. ناز حبيبتي يلا كلي قطعة الجبنة يلي انتي بتحبيها. هاي ستي عم تتصل والمكالمة فيديو. ستي
كيفك تيتي؟ نيسان، شو أخبارك بنتي؟ الحمد لله، رح ورجيكي هلأ كل اللي قاعدين. كيفك ماما؟ كيفك تيتي؟ طمنيني عنك ماما، صرتي منيحة؟ أنا منيحة، الحمد لله بنتي. طمنتيني. قليلي تيتي، راحت دورو شي؟ ايه يا روحي، وصل لها خبر من الجامعة وراحت هي وأبوها. غريبة، ما حاكتني بالمرة. خلاص لا تزعلي حالك، كيف ما كان رح ترجع عن قريب. برايا خانم صباح الخير. صباح النور بنتي أهلين. أوه ما شاء الله عليكم، قديش جامعتكم هيك حلوة، صهري وأحفادي وإيجي وإيبك. عن جد فرحت كتير لما شفتك انتي وإيجي، برافو عليكي، ما تركتي ولاد أختك لحالهم. شو اللي عم تقولي ماما؟ ما رح يقدروا يخلصوا منا بهاي السهولة. ومين قال بدنا نخلص منكن؟ الله يرضى عليكي بنتي، عن جد اطمنت كتير لما شفتك معهم. ما بدي اياكي تقلقي ابدا ماما، نحن موجودين. ايه تيتي، على فكره خالتي ايبك راسمه لوحه لماما، عن جد بتاخذ العقل. استني خليني ورجيك اياها. لحظه شوي. عمر، حاسس شي بدك تعمل بيبي؟ لا ما في ابدا. معلش تعال خلينا نعمل. خير لوين؟ على عمة. شو عجبتك اللوحة امي؟ اه يا روحي بتجنن، الله يعطيك العافية. انا فرحت ان عجبتك. يسلموا